أهلا بكم أصدقائي الأعزاء، معنا موسى الجميل من نماذج تحدي الإعاقة. صديقتنا الجميلة أعد ضحايا بشر الأطفال. صديقتنا الجميلة مصابة بشر الأطفال في أحد الساقين. صديقتنا الجميلة صاحبة إرادة وعزيمة، وقوة إرادتها وعزيمتها بتتحدى كل صعب رغم ألمها ومعاناتها، فهي نموذج جميل للمرأة القوية الجميلة صاحبة الإرادة الحقيقية. تواجه الإعاقة بكل شجاعة وبروح التحدي، قدرت إن هي تتغلب عليه رغم كل الصعوبات اللي بتمر بيها، تعتمد على نفسها اعتماد كلي بدون الحاجة إلى مساعدة أحد. أصدقائنا من سوي الإرادة قادرين على مواجهة كل الصعوبات والتحديات، قادرين ولكن باختلاف زي ما احنا شايفين. صديقتنا الجميلة رغم الإعاقة تعتمد على نفسها، بتقوم بحمل إناء زجاجي أو زجاجة مية من الحجم الكبير، تعتمد على نفسها رغم معاناتها، بقوة إرادتها وعزيمتها بتتحدى كل صعب، تتحدى الإعاقة بكل شجاعة وكل إصرار على كسر كل القيود اللي فرضتها عليها الإعاقة. بالأمل تستمر الحياة، بالأمل تقدر تتجاوز كل الإعاقة وتواجه الصعب، تقدر تحول المستحيل لحقيقة. صديقتنا الجميلة رغم كل صعب بتواجه كل ده بشجاعة وعزيمة وإصرار. الإعاقة الحقيقية إعاقة فكر وليست جسد. أصدقائنا من ذوي الإرادة قادرين على مواجهة الصعوبات والتحديات،